جزاء كنشاهدوا على مستوى الإناث تحفل تسليم الجوائز لسباق 10 كيلومترات بالنسبة لمن تألقنا من نسوة هذا السباق. إذا الفائزة الأولى ميس كريم أماري من إثيوبيا 33 دقيقة 15 ثانية، في حين جاءت الحسناوي حاجبة المغربية جاءت 33 دقيقة 16 ثانية. والمركز الثالث عاد لبن شلالي حفيظة من ناظور من المغرب بطبيعة الحال من مدينة 37 دقيقة وثانية واحدة، في حين المرتبة الرابعة عادت للمرادي إلهام 37 دقيقة 14 ثانية. والمركز الخامس عاد لمتسابقة من إسبانيا ريدوندو إسكوبي اللي جاءت في المركز الخامس ب 40 دقيقة 14 ثانية. هذا بالنسبة لسباق ال 10 كيلومترات. ننتقل لسباق 10 كيلومترات دائما، ولكن هذه المرة على مستوى الذكور كنظن استجداد أنه كانت هناك أيضا على تنافس كبير بين مجموعة من الأبطال اللي استطاعوا يحققوا أرقام في هذا السباق ديال 10 كيلومترات. طبيعة الحال 10 كيلومتر كانت سريعة جدا، لأن اللي ساهم في السرعة هو ما كاينش هناك انعراجات ولا ما كاينش هناك انخفاضات، لأن الأداء لقوا الطريق يعني مزيانة، فكانت سرعة قوية جدا. حتى التوقيت ديال الانطلاقة العاشرة صباحا كان يعني في توقيت مناسب. نصف ماراثون الرباط بشأنه كذلك في نصف ماراثون العيون اللي هو كل سنة كيتنظم هذه الدورة 17 سنة إن شاء الله، إن شاء الله هذه الدورة 18 اللي غادي يكون هو غادي نحاولوا كيفاش أننا نشوفوا نفس التوقيت، لأن اللي كيساعد على التوقيت هو أن الطريق تكون ما يكونش فيها لي زوبستاكل. إذا والطريق كنظن أنه شاهدنا من خلال النقل المباشر نقل التلفزيون للقناة الثانية اللي كما ذكرت أنها نجحت في تغطية هذا الحدث الكبير من خلال عكس كل لحظة لحظة من هذا الصباح. الآن حفل تسليم الجوائز لسباق 10 كيلومترات الذكور بعد ان كان تسليم للاناث. ايريك تيغوب من كينيا هو الفائز بالمركز الاول 29 دقيقه 10 ثواني، في حين اموس كيبورنو جاء في المركز الثاني 29 دقيقة 18 ثانية. وأول مغربي جاء في هذا السباق، وبعد ذلك كل المغاربة هم الذين تألقوا في هذا السباق. إذا فقط كان المركز الأول والمركز الثاني لكينيان، في حين بعد ذلك المغاربة تمكنوا من الفوز. كان هناك كمالي يوسف في المركز الثالث، كولا محمد في المركز الرابع، بن هادي في المركز الخامس، المركز السادس كان بغدود كيواك، هناك الجداوي اسماعيل المحجوبي لايد او المحجوبي لايد، هناك هذا من مدينه بركان، مجدوب احمد في المركز العاشر، حران انس، الخمام محمد، جمال كريم. اذا كل هذه اسماء اللي فازت حتى المركز العاشر. وكنظن السي حسين الكتابي اننا في هذا السباق هذا شاهدنا الارقام ايضا كانت حاضره. نعم، فتحتم الارقام القياسيه من خلال مقارنه مع النسخه الاولى، فهذا كذلك مستجد يمكن لاهل بركان ان يفتخروا بهذا الانجاز، ويمكن لنا ان نفتخر بالعدائين المنتمين لمدينه بركان. وهذا دليل قاطع على ان السيد هشام الجروج من خلال جمعيه بني زناس وكذلك من خلال نادي شباب بركان انه كيعطي الثمار ديالو، وخير دليل على ذلك ان بعض المنتمين الى مدينه بركان احتلوا العشر الاوائل. والعشر الاوائل، ولكن ايضا البطل الحسيني اللي هو دائما جداد حاضر في كل مكان في كل منطقه في كل سباق كنلقاوه، هو رغم انه ما كاينش اي دعم بالنسبه لهذا البطل، ولكن دائما حاضر بشكل قوي للمشاركه في السباقات. بطبيعه الحال لانه لم تحل الاعاقه دون ان يكون بطلا، هذا بحقه الصوره الايجابيه، لانه الاندماج بالنسبه صحيح صحيح. نعم صحيح، كاين اندماج وكاين وتدامج اكثر من اندماج والتدامج، ان هذا الشخص اللي كنعرفوه في جميع الماراثونات في المغرب هو حاضر اليوم في بركان، وانا كنهني بركان لان درت له التكريم وهذا يستحقه. نعم، لانه ابن المنطقه وايضا هو ممثل وممثل للمنطقه في التظاهرات جميع الماراثونات كنلقاه حاضر بدون استثناء. انا شخصيا فين ما كنكون حاضر كنلقاه دائما هو. لكن المفاجاه اليوم سي حسن هي الاسره ديال هشام الجروج، جرات كلها باه 90 سنه، مو زوجته خوتو، يعني كلها اسره خرجت جري. هذا يعني ما كاينش مدن اخرى، واللي شفنا العائلات تشوف نساء كبار جاوا من جميع مدن ديال الجهه الشرقيه
باش انهم يدعموا هذا التظاهر. وحفل تسليم الجوائز لسباق 21 كيلومتر على مستوى الاناث ديابيبي ليما من اثيوبيا جاءت في المركز الاول، قطعت المسافه في ظرف الساعه 11 دقيقه 50 ثانيه متموعه ببناها وانورو من كينيا بساعة 13 دقيقة 11 ثانية، في حين زناه ديبيبي من اثيوبيا جاءت في المركز الثالث والمركز الرابع، كان من نصيب المغربية الأولى التي دخلت في هذا السباق الشرقي سلمى. إذا دائما نواصل حفل تسليم الجوائز في ختام نصف الماراثون الدولي وسباق 10 كيلومترات الذي عرف تألق حسن عباسي على مستوى السباق الذكور. حسن عباسي تمكن من الفوز بهذه الجائزة، الجائزة نصف الماراثون، وحقق أيضا الرقم القياسي وخطف أيضا الرقم المخصص من طرف المنظمين لمن يحقق رقم قياسي لهذه التظاهرة. وكنظن أنه هذا السباق في نسخته الثانية كان استفاد من تجربة النسخة الأولى كنظن سيك. نعم، فهذا التحطيم ديال هذا الرقم فاستفاد من خلال هذا السباق على أنه يحطم الرقم القياسي ديالو بأقل بأكثر من دقيقتين فهذا أو ثلاث دقائق، فهذا إنجاز يمكن لهذا الماراثون أن يفتخر به. والسي عباسي فهو المغربي الأصل، فربما هذا الماراثون هذا غادي يعطي الواحد دفعة وشحنة قوية وتحفيز للاعدائين الآخرين عبر العالم باش يشاركوا ويشاركوا في هذا الماراثون. هذا الماراثون اللي سنة بعد سنة كيتطور إن على مستوى المشاركة، فالأرقام تشير إلى أن المشاركة مقارنة مع مقارنة مع النسخة الأولى فارتفع عدد المشاركين ب 75%، في حين أنه أمس البارحة فكانت جماهير غفيرة شاركت في السباقات المخصصة للأطفال وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، لهذا فهي صورة تعبيرية على الاندماج والتدامج كما جاء على لسان الضيف ديالنا. إذا دائما سباق 10 أو 21 كيلومتر بالنسبة للذكور. إذا وكانت هناك في إطار اليوم اتفاقية بين شراكة بين ماراثون مدينة العيون وماراثون مدينة بركان. القضية الصحراوية، القضية الوطنية كانت حاضرة في هذه التظاهرة الدولية من خلال الأنشطة التي نظمت بموازاة هذا الحدث الكبير، حدث نصف ماراثون مدينة بركان. إذا تسليم الجوائز للمتألقين خلال هذه الدورة، الدورة الثانية من نصف ماراثون مدينة بركان الذي تألق فيه حسن العباسي على مستوى الذكور وحقق رقما استطاع من خلاله أن يفوز بالمبلغ المخصص لمن يحقق الرقم القياسي لهذه التظاهرة في إطار تحفيز الجميع. كانت أيضا هذه التظاهرة فرصة لتحفيز الجميع وخصوصا العنصر النسوي على الممارسة الرياضية. شيء أكيد، أنا فوجئت تفاجأت بهذا العنصر النسوي الكبير اللي حاضر اليوم في الماراثون، يعني عشرات النساء من وتقريبا كلهم نساء كبار، يعني 60 سنة 50 فوق 40 سنة جاوا يجريو يعني وجايين وفرحانين، هذا يعني باش تفتح لهم هذه الفرصة. وكما قلت الأخ حسن بأنه اليوم كانت فرصة أن تم توقع اتفاقية شراكة بين نصف ماراثون العيون ونصف ماراثون بركان، وهذه الاتفاقية اللي هي إن شاء الله غادي تعطي واحد الدعم لنا في الأقاليم الجنوبية، وكذلك السنة المقبلة غنكونوا أكثر حضورا هنا في مدينة بركان. والقضية الصحراوية كانت حاضرة خلال الشهر. أكيد، لأن شفتي اللافتة التي تندد بتصريحات بان كيمون، وهذا يعني جينا احنا مع الإخوان ديال الصحراء، وهذا كله كان ممتاز، يعني انه الفعاليات الرياضيه ترفض ما صرح به بان كيمون، ودرنا بيان صحفي وزع على جميع الصحفيين وجميع فعاليات المجتمع المدني هنا في بركان. اذا سيكون معنا بعد قليل حسن العباسي البطل الذي فاز بهذه النسخة من سباق الماراثون الدولي لمدينة بركان. كان إنجاز كبير على مستوى هذه التظاهرة الكبرى، تظاهرة نصف الماراثون الدولي. وحسن العباسي المتألق سيكون حاضرا معنا
في هذه التظاهرة الكبرى لنصف الماراثون لهذه المدينة. إذا حسن العباسي تفضل معنا رفقة الميدالية، وفينا المبلغ ديال الفلوس اللي ربحتي؟ إذا هنيئا لك حسن العباسي اللي غادي نشاهده مع الزميل عمري من خلال الصورة ديال البطل ديالنا اللي كنستضفوه خلال في هذه اللحظة، وهو الذي حقق هذا الإنجاز. إذا حسن العباسي، كنظن أنك ما كانت صعوبة كثيرة باش تفوز بهذا اللقب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن العباسي، مدينة الدار البيضاء، منتخب البحريني. صراحة السباق كان صعب لأن كانت هناك منافسة من طرف عدائين كينيين يعني وأجانب، والحمد لله يعني خديت واحد المبادرة يعني خديت مبادرة من 10 كيلومترات الأخيرة يعني صراحة باش يكون تحطيم رقم قياسي للمطاف. الحمد لله، الله ما خيبنيش. تشكر ناس مدينة بركان وجميع المغاربة، كل من شجعني. نعم نعم. إذا حسن العباسي، بالنسبة لك امتى كانت الانطلاقة واش ما خرجتيش مبكرا باش ما تكونش تفاجأ بأنه في الأبطال الأخيرة تعيا؟ صراحة خديت المبادرة من أول سباق يعني تقريبا 3 كيلومترات، ومن بعد يعني التحقت بي الكوكبة يعني حتى 10 كيلومترات عاد عاود خديت المبادرة حتى 10 كيلومترات وعاود خديت المبادرة حتى نهاية السباق. نعم. إذا المطاف كيفاش كان بالنسبة لك؟ واش كانت سهل؟ كانت ظروف الطقس ساعدتك؟ صراحة الجو كان جيد وساعدنا، وصراحة حتى المطاف كان جيد وسريع يعني يساعدنا باش يكون هناك تحطيم رقم قياسي للمطاف. نعم. اذا سي حسن العباسي صاحب الرقم القياسي خلال التظاهره، كنتمنى لك التوفيق في التظاهرات المقبله، وان تكون هناك انجازات اخرى على مستوى ماراثونات اخرى هنا بالمغرب وايضا خارجها. شكرا لكل من تابع معنا هذا النقل المباشر الذي كما ذكرت عكس لكم كل صغيره وكبيره منذ انطلاق السباق وحتى نهايته هنا في هذا المكان، حتى تحقيق الفوز من طرف البطل حسن العباسي الذي فاز بنسخه هذه الدوره، وايضا حقق رقما قياسيا. نشير ان هذا السباق هو النسخه الثانيه من سباق نصف ماراثون لمدينه بركان. النسخه الثانيه ستكون السنه المقبله. المنظمون يسعون الى رقم اكثر على مستوى المشاركين، رقم اكثر ايضا على مستوى الارقام القياسيه التي ستحقق خلال هذه التظاهره. نذكر مرة أخرى أن هذا السباق هو يدخل في إطار تنمية المنطقة الشرقية، أيضا المنطقة الشرقية، وأيضا أن يكون موعدا قارا على المستوى الإفريقي بالنسبة للمنظمين، دون أن ننسى أن هذا الماراثون هو تحفيز لأبناء المنطقة، لنساء المنطقة، لبنات المنطقة، للممارسة الرياضية، أن تكون الرياضة متاحة للجميع. شكرا لكم على المتابعة. نشكر كل الإخوان التقنيين الذين أصهروا على إنجاز هذا النقل المباشر منذ الساعة 9:30 حتى الآن. نذكر أنكم تمكنتم بفضل التقنيات المستعملة من طرف الإخوان التقنيين وأيضا المسؤولين، تمكنتم من المتابعة الدقيقة من أول السباق وحتى نهايته بكل صغيرة وكبيرة. نلتقي في مناسبة قادمة بحول الله، ونشكر الجميع.